بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتِّعه قليلًا ثم أضطرُّه إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة، يعني لما جددت قريش بناء الكعبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. وهذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان غلاماً، فالعباس قال له: اخلع إزارك واجعله على منكبك حتى يعينك على حمل الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خر حل إزاره وجعله على رقبته، فخر إلى الأرض، سقط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، تأديب من الله عز وجل، لأن كشف الأعاورة محرم. وطمحت عيناه إلى السماء، أي ارتفعت بصره إلى السماء، فقال: أرني إزاري، فشده عليه. فهذا التأديب من الله عز وجل قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. فكشف العورة لا يجوز إلا أمام الزوجة أو ملك اليمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها، قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، يعني جددوا بناءها، اقتصروا على قواعد إبراهيم، يعني تركوا 6 أذرع
أو 7 أذرع من الحجر لم يدخلوها في الكعبة. فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لولا أن قريش أسلموا يوم الفتح، فإذا هدمت الكعبة ربما يتأثروا ويتشككوا، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. ف6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر هو من الكعبة، قريش تركوا هذا الموضع. فالطائف يجب أن يطوف من وراء الحجر، وأما من دخل في الحجر فطوافه غير كامل. فقال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة استلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم الركن العراقي ولا الركن الشامي. قال ابن عمر: لعل ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. قريش تركوا هذا المكان وصار هذان الركنان على غير قواعد الخليل إبراهيم عليه السلام. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، يعني الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، الدراهم التي جمعوها من حلال نفدت فتركوا هذا الموضع. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ لماذا جعلوا باب الكعبة مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من الخطر الذي يقع من المشركين، لعلهم يغضبوا إذا هدم البناء الذي بنوه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر، أي قريب عهدهم بالكفر، أسلموا يوم الفتح، لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، أي بابا من خلف. قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا يعني بابا من وراء. هكذا هم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل خوفا من أن المشركين يحصل لهم فتنة، الذين أسلموا يوم الفتح لعلهم يعني يحصل لهم فتنة، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا بيان بن عمر، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، أي كانوا كفار وأسلموا قريبا، لأمرت بالبيت
أي الكعبة المشرفة، فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، يعني 6 أذرع أو 7 أذرع، وألزقت بالأرض أي ألصقت بابه بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا للدخول وبابا غربيا للخروج. هكذا هم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام، هدمه وبناه، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. عبد الله بن الزبير لما ولي مكة هدم الكعبة وردها على أساس إبراهيم عليه السلام، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، قال يزيد: وشهدت ابن الزبير رضي الله عنهما حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، يعني عندما هدمه ابن الزبير رأى أساس الخليل إبراهيم عليه السلام، حجارة كأسنمة الإبل، يعني مثل سنام البعير، الحجارة مثل سنام البعير. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت أي قدرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. فابن الزبير لما ولي مكة رد الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام. باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على إحسانه، فعلينا أن نخلص العبادة لله ونوحد الله ونحذر معاصيه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة في رمضان، فتح الله عليه مكة: إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوك، لا يقطع الشجر، شجر الشوك في الحرم، ولا ينفر صيده، لا يجوز تنفير الصيد، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إذا وجد شيء ساقط لا يجوز أخذه إلا للتعريف. فهذا الحرم حرم آمنا، حتى شجر الشوك لا يقطع، والصيد لا ينفر، واللقطة لا تؤخذ إلا للتعريف. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والباد، أي الساكن فيه والذي جاء من البدو، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، يعني الذي ليس منها ولكن جاء إليها، معكوفا أي محبوسا.
فالمعاصي مغلظة في هذا البلد الأمين، والحسنات مضاعفة. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع، وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، فالمسلم لا يرث الكافر. وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب رحمه الله: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. المسلمون بعضهم أولياء بعض، فلا يرث المسلم الكافر. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ننزل في الأبطح أعلى المعابد، في ذلك المكان المشركون تحالفوا على منع بني هاشم وغير ذلك، منعوهم من الخروج وأن يناكحوا يتزوج منهم أو يبيعوه بشيء، حلفوا على ذلك في هذا المكان. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، أي في الأبطح حيث تقاسموا على الكفر، فالله نصرنا وأكرمنا ننزل هناك. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب من أعلى المعابد، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم، أي لا يتزوجوا منهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى حفظ رسوله وأكرم رسوله وفتح مكة والحمد لله. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. فالمشركون تحالفوا على أن يقاطعوا بني هاشم، فالله سبحانه وتعالى أعز دينه ونصر رسوله وخذل الكفار والحمد لله رب العالمين. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا زياد بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، نعوذ بالله، في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يهدم الكعبة، وذلك حين لا يبقى مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة، كانوا يسترون الكعبة في يوم عاشوراء، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، يعني عاشوراء العاشر من المحرم، ومن شاء أن يتركه فليتركه، وقال: لئن عشت لأصومن التاسع، صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم عن الحجاج ابن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان ويفسدون حتى يدعو عيسى عليه السلام، والمسلمون يدعون الله فيهلكهم، يهلك يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك لا يحجن البيت ولا يعتمرن، يعني المسلمون يحجون بيت الله ويعتمرون بعدما هلك يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني لا يبقى مسلم، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد رضي الله عنه. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة، وحدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة الذي بيده مفتاح الكعبة، جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت، يعني في داخل الكعبة هناك كنز، فأراد أمير المؤمنين عمر أن يوزع ذلك الكنز. قال شيبة:
الذي بيده مفتاح الكعبة، قلت إن صاحبيك لم يفعل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لم يفعل ذلك. قال: هما المرآن أقتدي بهما، أي أنا سأقتدي بهما، وترك ما أراد رضي الله عنه. قوله صفراء ولا بيضاء، أي ذهبا ولا فضة. باب هدم الكعبة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، أي يخسف الله بهم صيانة لبيته. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله ابن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يقلع يهدم الكعبة، نعوذ بالله. قال الحافظ رحمه الله: فكأني برجل من الحبشة أصلع، أو قال أصمع، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم، نعوذ بالله. هذا في آخر الزمان حيث لا يبقى مسلم، والفحج تباعد ما بين الساقين. أفحج الفحج تباعد ما بين الساقين، هذا الحبشي ما بين الساقين بعيد. الأصلع من ذهب شعره مقدم رأسه، والأصمع الصغير الأذنين. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، نسأل الله العافية، وذلك حين لا يبقى من فيه خير. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر عبادة لله لا للحجر، الحجر لا ينفع ولا يضر، إنما نقبله اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادةً لله تعالى، وأما الحجر فلا يضر ولا ينفع. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني يغلق باب الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال رضي الله عنهما: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الذي بيده مفتاح الكعبة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم، يعني دخلوا وأغلقوا الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني أول من دخل، فلقيت بلالاً رضي الله عنه فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ودخول الكعبة إن تيسر فهو سنة، وإذا لم يتيسر فصل في الحجر، فإن سبعة أذرع من الحجر في الكعبة. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد،
أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، يعني يمشي أمامه، مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من 3 أذرع، فيصلي يتوخَّى أن يتحرَّى المكان الذي أخبره بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس أحدٌ وليس على أحدٍ بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. إذا دخلت الكعبة صلي إلى أي جهةٍ في داخل الكعبة لأنها كلها قبلة. بابٌ: كيف كان بدء الرمل؟ عن الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفدٌ وهنهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى، كان بالمدينة وباء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فنقل ذلك الوباء إلى الجحفة، فهم يظنون أن بالمدينة حمى. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، يعني إظهارًا للقوة وردًا لقول المشركين. في هذه النسخة: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يسره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت، يعني في عمرة القضاء كان المشركون موجودون، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي الأصنام، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في أيديهما الأزلام، وهذا كذب، فالخليل إبراهيم وإسماعيل لا يستقسمان بالأزلام، هذا ضلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، يعني هذا في قبل أن يفتح مكة، فلما فتح الله مكة دخل الكعبة وصلى صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان بدء الرمل. بدء الرمل وهو الخبب في طواف القدوم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال المشركون، يعني في عمرة القضاء 7 إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب،
أي كان بالمدينة وباء فظنوا أن الوباء باقي وهنهم أضعفهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يعني إظهاراً للقوة وإغاظة للمشركين أنهم ليس بهم ضعف الحمد لله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة، وأن يمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا في هذه الناحية، فإذا ما وصلوا بين الركنين ما يراهم، فكانوا يمشون ما بين الركنين، هذا في طواف في عمرة القضاء. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرحمة بهم والشفقة بهم، فإغاظة الكفار أمر مطلوب، فرملوا الأشواط الثلاثة إغاظة للكفار وإظهارا للقوة وتكذيبا للكفار أنهم أصابهم ضعف. باب استلام الحجر الأسود، فمشروعية الرمل سببه إغاظة الكفار، ثم صار سنة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. قال الحافظ: الإبقاء الرفق والشفقة، يعني شفقة بهم، لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة، أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة الطواف الأول، أما في طواف الإفاضة ليس في رمل. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، يعني عند القدوم، وأما في طواف الإفاضة فلم يرمل، إنما في طواف القدوم سواء كان في الحج أو العمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أي الحجر الأسود: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، يعني صار الرمل سنة والمشركون قد هلكوا. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. قال الحافظ: هو عصا محنية الرأس، المحجن عصا محنية الرأس. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، يعني إذا جاء عند الحجر الأسود يدخل العصا إلى الحجر ويستلمه، لأنه طاف على البعير ليراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. قال الحافظ: زاد مسلم من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن، يدخل المحجن إلى الحجر ويقبل المحجن لأنه وصل إلى الحجر وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت، وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، أي العراقي والشامي، فقال: ليس شيء من البيت مهجورة. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن، لأنه رد الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام. فالركن العراقي والشامي لا يستلمان لأنهما ليس على قواعد الخليل إبراهيم عليه السلام. حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ورقاء، أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أي إذا كان هناك زحمة، أرأيت إن غلبت، أي غلبني الناس، قال: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. على كل حال إذا كان هناك زحمة فالإشارة تكفي، وإذا أشرت لا تقبل يدك لأن يدك لم تصل إلى الحجر. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد، حدثنا خالد ابن عبد الله، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب
أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، فهذا الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. النبي كان قارن فطاف وسعى ولم يتحلل إلا يوم النحر لأنه ساق الهدي. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني بعد الطواف والسعي والتقصير، التحلل يكون بعد الطواف والسعي وتقصير الشعر، إذا لم يسق الهدي يتحلل. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أبو ضمرة أنس، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربع، يعني بطواف القدوم أو طواف العمرة، ومشى أربع ثم سجد سجدتين، يعني سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني عند القدوم، يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى يعني في السعي بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، بين المسيل يعني بين العالمين الأخضرين اليوم، في السعي يسعى بطن المسيل، إن كان في ذلك الوقت مكان منخفض، والآن وضع علامة الأخضرين في مكان السعي في الرمل في السعي. باب طواف النساء مع الرجال، يعني ولكن بدون اختلاط. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، ابن هشام منع النساء عن الطواف مع الرجال، قال عطاء كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب، أي بعد نزول آية الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري، والحلف بالعمر في نظر، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، يعني كان النساء يعني بعيد بدون مخالطة، قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي بعيدا من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم عن الحجر يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة، أي خيمة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، يعني من وراء حجاب، ورأيت عليها درعا موردا، أي فيه لون الورد. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب
بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، تعني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لأنها مريضة طافت على بعير. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. المرأة ليس عليها صلاة الجماعة، فالنبي يصلي وهي تطوف على بعيرها من وراء الطائفين. باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسًا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. رجل ربط حبلاً بيد آخر يجره بالحبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفك الحبل وأن يمسكه بيده لا بالحبل، لا يشبه الإنسان بالحيوان. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده، أي خذه بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه، يعني وقال: قده بيده. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. ستر العورة واجب في الصلاة وفي الطواف. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، أي جماعة يؤذن في الناس، أي ينادي في الناس ألا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والمرأة كلها عورة، فلا بد أن تستتر. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء رحمه الله: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، أي طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين. وقال إسماعيل ابن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، يعني لا بد أن يصلي ركعتين سنة الطواف. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو، سألنا ابن عمر رضي الله عنهما
أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعتمر لا بد أن يطوف ويسعى ويقصر، ولا يجوز أن يقرب زوجته حتى يطوف ويسعى ويقصر، يتحلل من العمرة. وقال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، يعني ويقصر. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. كان قارناً وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ونزل الأبطح أعلى المعابد، ولم يأتي إلى البيت حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجاً من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب رضي الله عنها عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج: ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بئري والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.